هنا في دوابغفر في حلب الشمالي، حيث يعاني أهل البلدة ونازحوها من تردي واقع شبكة الصرف الصحي. أين هو دور المجلس المحلي تجاه هذه المعضلة؟ ما هي أبرز الأسباب والحلول؟ كل ذلك وأكثر نناقشه في هذه الحلقة من برنامج مواطن وخدمات، ابقوا معنا. بلدة دويبق تقع في ريف حلب الشمالي وتبعد عن مركز المحافظة نحو 45 كيلومترا، يقطنها قرابة 8000 نسمة. تأسس أول مجلس محلي في القرية مطلع عام 2017. يعمل معظم أهالي البلدة في مجال الزراعة. يعاني أهالي البلدة ونازحوها من تردي شبكة الصرف الصحي. مشاهدينا الكرام، مشاهدي قناة حلب اليوم الفضائية، سلام من الله عليكم وأهلا وسهلا بكم في حلقة جديدة من برنامج مواطن وخدمات. في هذه الحلقة سنتطرق اليوم إلى مشكلة الصرف الصحي في بلدة دويبق شمالية محافظة حلب. وفي بداية هذه الحلقة يسعدني أن أرحب بالضيوف الأستاذ أحمد خليل مدير المكتب الخدمي في المجلس المحلي، والأستاذ مصطفى عمر مدير مكتب الدراسات في المجلس المحلي في بلدة دويبق. كما يسعدني أيضا أن أرحب بالجمهور الكريم من أبناء وقاطني هذه البلدة الكريمة، أهلا وسهلا بكم جميعا. أستاذ أحمد، نحن قبل عدة أيام قدمنا إلى هذه البلدة وبالتعاون معكم مشكورين قمنا بإجراء استطلاع رأي بشكل عشوائي لفئة عشوائية من المواطنين حول أبرز المشاكل الخدمية التي يعاني منها المواطن. وللصراحة هنالك عدة مشاكل للأسف في هذه البلدة، ولكن من أبرز هذه المشاكل كانت هي مشكلة الصرف الصحي في البلدة. يعني أنتم كمكتب خدمي حدثنا، وضعنا في صورة وواقع الصرف الصحي في هذه البلدة، تفضل. أنا أستاذ أحمد خليل، مكتب الخدمي في قرية دويبق، تعداد سكان 8000 نسمة تقريبا ما بين سكان محليين ونازحين ومخيمات عشوائية طبعا، وكما تابع لنا كمان قرية شويرين تعداد شيء 3000 نسمة كمان. وبالنسبة مشاكلنا بالصرف الصحي، أكثر المشاكل يعني عدم إمكانية المجلس على معالجة الصرف الصحي. مثلا من 2012 لل 2015-2016 عانت مثلا قرية دويبق لتخريبات مثلا بالصرف الصحي، ونتيجة تخريبات وخاصة الخط الرئيسي يعني أدت لانسدادات وخراب الصرف الصحي يعني. طيب هلا أستاذ، تحدثنا عن الخط الرئيسي لشبكة الصرف الصحي، هنالك انهدامات وما إلى ذلك، يعني حدثنا أكثر عن لب المشكلة. الانهدامات ما هي أسبابها؟ هل هي ترسبات أم بسبب ظروف الحرب؟ والله أكثر شيء هي ظروف الحرب، قاموا بحفر خنادق عشوائية، وأكثر الخنادق يعني صارت بالتقريبا بالخط الصرف شو اسمه الرئيسي. وكذلك ضمن القرية مثلا نتيجة عدم الطرقات يعني تأثر الطرقات، مثلا ما ظل مثل أول تزفيت هيك شغلات، يعني هاي كمان أثرت كثير يعني. طيب بالنسبة للبلدة بشكل عام، يعني أنت حدثتنا بأن الخط الرئيسي هو يعتبر، هل هو يخدم أم لا يخدم الآن؟ يعني هل هو خرج الخدمة أم أنه يخدم بشكل جزئي؟ والله حاليا يخدم، بس يخدم يعني بشكل جزئي تقريبا، وصاير انسداد، والانسداد هي عم بتساوي يعني امراض وعم بتسبب مشاكل. يعني كم هي نسبه التهدم من طول الخط الكامل؟ والله شيء 50% تقريبا. طيب كمان ندخل اكثر، يعني بالنسبه لمشكله الصرف الصحي وانت تحدثت عن الخط الرئيسي، طيب بالنسبه لشبكه الصرف الصحي داخل البلده ما هو وضعها؟ والله ضمن البلده يعني شبه جيدة، ما هي جيدة، وسط، معدل وسط يعني. وكمان القرية توسعت، يعني التوسعة هي كمان تحتاج إلى توسعة الشبكة الصرف الصحي، نتيجة مثلا عالم نزحوا من حلب، من غير قرى، من غير بلدات،
أجوا على المناطق الآمنة اللي ما فيها حروب وصار يعمروا بيوت عشوائية ومخيمات عشوائية تحتاج إلى توسعة شبكة صرف صحي أيضا كمان. نتوجه إلى الجمهور الكريم من أبناء مقاطني هذه البلدة. أولا شكرا لحضوركم ولطرح المشاكل الخدمية التي إن شاء الله ستصب إيجابا على الواقع الخدمي. الأستاذ أحمد مشكورا، قد حدثنا بشكل عام حول المشاكل الخدمية في البلدة بما يخص بموضوع واقع شبكة الصرف الصحي. يعني نحن نعلم جميعا بأن المواطن للأسف هو الخاسر الأكبر، وهو الشخص الذي يلامس المشكلة بشكل مباشر. يعني هل هنالك مشاكل تودون طرحها على الأساتذة بما يخص موضوع شبكة الصرف الصحي؟ تفضلوا. بسم الله الرحمن الرحيم. أنا مواطن أبو فرج من قرية دويبق. نحن نعاني من مشكلة الصرف الصحي، خاصة نحن من مزارع شرق دويبق، مزرعة الخزان المي انضرب يعني بالحوادث، ضرب راح وتجي مواطن كله مادين خراطيم صغار بالفلاحة وشغلة كذا، كل واحد افتح يعني مشاكل، عم بطلع مشاكل. وبعدين في أنا خاصة بالمزارع كله جوار فنية، ما في الرجارات هيك يصرف الصرف الصحي. هل هنالك أحد آخر يود الإضافة أو التعقيب؟ تفضل. بسم الله الرحمن الرحيم. حسين علي داود من دويبق، مزرعة دويبق. نشكر قناة حلب اليوم على قدومها إلى دويبق. نعاني من مشاكل الصرف الصحي بطريق عام، من أثر أنه قدوم الشاحنات الكبيرة أدى إلى هبط ويعني تكسير في الطرقات كثيرة، مما يؤدي إلى أنه انسداد بعض الأماكن اللي فرعية تصب إلى الفرع العام. بهذا عم يصير في مشاكل بيننا يعني بين الأهالي، أنه أنت على أساس أنه ضبطت المجرور، أنا ما ضبطت المجرور، هذا عم نعاني منه مشاكل كبيرة. فنرجو يعني من المجلس ومن حضرتكم يعني توصلونا صوتنا إلى أنه أقل ما يمكن أنه نعاني أن نخلص من هذه المشكلة. مشكلة المجرور أو الصحي يعني مشكلة كبيرة يعني، وهي أساس ضياع. بتعرف أنت لما تكون مجرورة نظيف وطرقاتها كويسة بتعاني يعني بتبين عن مظهر كويس إن شاء الله تعالى. أشكرك وإن شاء الله ستصل رسالتكم عبر منبرنا منبر قناة حلب اليوم. يعني صراحة هذا البرنامج هو لخدمة المواطن أولا وآخرا. أستاذ أحمد نعود إليك مجددا. يعني المواطن الأول مشكورا، منزله أو عقاره واقع في منطقة شرق دويبق، حدثنا بأنه يستخدم الحفر الفنية وما إلى ذلك. أيضا المواطن الثاني قد حدثنا أيضا عن مشاكل تتعلق بواقع وشبكة الصرف الصحي. يعني أدخلنا أكثر وحدثنا عن نسب العائلات أو نسب العقارات التي تستخدم الحفر الفنية، وحدثنا أكثر عن المنازل أو العقارات الواقعة داخل المخطط التنظيمي وخارج المخطط التنظيمي. تفضل، هل هي مخدمة أو غير مخدمة؟ هلا بالنسبة للمخطط التنظيمي، طبعا من بداية الحرب من 2012 لل 2015 صار توسع كبير في القرية، مو قلنا لكم يعني النازحين اللي اجوا من برا من حلب من كذا مناطق اجوا عمروا، ومن تقريبا من 2012 2015 كلياتهم عمروا عمار بدون لا تخطيط ولا شيء، يعني ما كان لا مجالس ولا في شيء. من 2015 من 2014 2016 2017 تقريبا صارت هون حروب كبيره، يعني حروب كارثيه يعني. وهي الشيء كمان أدت إلى يعني خراب في عدم التنظيم للصرف الصحي. ومع ذلك بالوقت الحالي مثلا بدنا يعني دعم منظمات تجي تدعمنا. بعيدا عن دعم، سنتحدث عن الدعم والمشاكل، ولكن المنازل الواقعة خارج المخطط التنظيمي كم نسبتها بالنسبة للعدد الحالي، عدد العقارات الحالي داخل البلدة؟ يعني تقريبا من 25 ل 30%. 25 او 30% هي غير مخدمة. وبالنسبة للمخدمة
المخدمة الباقية. يعني القرية الكبيرة قرية دويبق مثلا تقريبا بالمية 90-95 مخدمة، أما المزرعة والعمارات اللي صاروا بعد أيام الحرب مثلا هذول أكثرهم ما هي مخدمة. يعني طب بالنسبة لداخل البلدة، ما هي أبرز المشاكل التي تعاني منها في مشكلة الصرف الصحي؟ هلا أبرز المشاكل السيارات الحمولات الزائدة اللي عم تجي على الطرقات العامة، مثلا الطرقات عم تعدي منها الصرف الصحي أكثر من هاي. وثاني شيء نحن منطقتنا منطقة تقريبا يعني نهر قويغ صايرة بقريتنا تلتقي النهرين سوا، يعني من هالمشاكل اللي صارت مثلا بالشتوية الماضية اجتنا فيضانات زائدة، هاي ايش في رواسب، ايش في اوحال، ايش في شغلات كلها صبت وين؟ صبت بالصرف الصحي، هاي كمان اثرت كثير على موضوع الصرف الصحي. يعني طيب بالنسبه لشويرن، قريه شويرن التابعه لدويبق، هل هي مخدمه شويرن ام شويرين؟ شويرين عفوا. بالنسبه لهذه القريه، هل هي مخدمه بشبكه صرف ام انها غير مخدمه؟ لا مخدمه، كمان مخدمه بشبكه صرف صحي، بس فيها كمان مثل ما قلنا كمان صار فيها نزوحات من برا، اجوا عمروا شو اسمه عمارات جداد وهيك شغلات، هاي كمان يعني بدها تاخذيه من اول وجديد وبدها معالجه كمان بالصرف الصحي. يعني شكرا. ربما الاستاذ مصطفى ايضا لديه تعقيب على الكلام الذي قد تحدثت عنه، تفضل استاذ مصطفى. السلام عليكم، اهلا وسهلا فيك استاذ علاء. مصطفى عمر، المكتب الدراسات. استاذي نحن يعني بهالفتره بهالثوره يعني بالثمان سنوات المضى او التسع سنوات المضى يعني نعاني مثلا الصرف الصحي عندنا. هل مثلا اجونا ناس من برا كثير، يعني مثلا نحن من اهل القريه من السكان الاصليين اللي كانوا ساكنين مثلا في غير محافظات، ان كان في محافظه رقه، إن كان مثلاً في محافظة حلب وإدلب وحمص، يعني هدول بهالحرب هذا كلهم رجعوا على القرية، فهذا أثر كتير يعني بالنسبة لموضوع الصرف الصحي، الخدمات، هدول كلهم تأثر. يعني صار عنا عمارات عشوائية فما مخدمة، وصار مثلاً خارج المخطط التنظيمي، المكيب هالعوامل هدول كلهم أثر يعني على الصرف الصحي وعلى الخدمات. يعني مثلا نحن كمجالس محلية، يعني مثلا قرية دويبق قرية مثلا وردات، نحن بدنا دعم يوقف معنا. مثلا نحن كمجلس محلي عنا وردات مثلا حاليا الفرن، يعني تقريبا بالأسبوع هذا إذا أجا، أحيانا بصير مقاطعة شهر شهرين من الطحين. يعني عنا واردات تقريبا حوالي 30,000 ليرة سوري. مثلا عندي أنا الموظفين الموجودين معنا، مثلا غير رئيس المجلس بياخذ راتبه من البي تي تي عن طريق مثلا تركيا، وباقي الموظفين مثلا عندي كلهم على المجلس. يعني هذا نعاني منه، بدنا جهة داعمة تمسك معنا توقف معنا تا كمجالس نحن نشتغل. أنا هلأ بإمكانيات اللي عندي مثلا عندي جرار والموظفين جرار مثلا. عفوا، بالنسبة للإمكانيات والدراسات والحلول الإسعافية سنتطرق إليها، ولكن في القسم الثاني لضيق الوقت سنكمل إن شاء الله. مشاهدينا الكرام، وإلى هذا القدر نكون قد وصلنا معكم إلى ختام القسم الأول من هذه الحلقة من برنامج مواطن وخدمات. سنتابع في القسم الثاني ونتعرف على الحلول الإسعافية المقدمة من قبل المجلس المحلي لحل مشكلة الصرف الصحي وغيرها من المواضيع الأخرى. ابقوا معنا. تعاني عشرات العوائل في بلدة دويبق بريف حلب واقعا خدميا سيئا منذ عدة سنوات، فاهتراء شبكة الصرف الصحي بشكل كبير وعدم كفاءتها ليس أسوأ ما في الأمر، فهناك مناطق ينعدم الصرف الصحي فيها، ما دفع الأهالي للاعتماد على الحفر الفنية غير الصحية والمكلفة. الصرف الصحي عندنا هون ما في، بالبلدة ضيع مالي ما بعرف، بس نحن هون عندنا ما في طريق، ما عندنا بالشتاء بلين جزمي لهون،
ما دارس ما نروح الولاد على الفرن نروح جسمي لهون، يعني حالتنا يرسلها مخاوف الطوفان، يعني إذا تعبت هذيك الجورة مي الرجارات تبع الصرف الصحي بالضيعة راح تطوف، ومثل ما بتعرف يعني أكيد ما راح تطوف مي نظيف، يعني المياه وسخة وراح يدوسوا عليه الولاد ويدخل فيها على البيوت. الوقع المتردي لشبكة الصرف الصحي أدى لانتشار أمراض متعددة في صفوف المدنيين وسط شكاوى لم تقدم أو تؤخر حسب تعبيرهم. عدنا إليكم مجددا مشاهدينا، وبعد أن تابعنا التقرير الذي قد أعده فريق البرنامج نتابع القسم الثاني من هذه الحلقة. أستاذ أحمد أهلا وسهلا بك مرة أخرى. أستاذ، نحن قد تابعنا في التقرير وقد رأينا عدة شكاوى من قبل المواطنين، لا سيما أننا الآن في فصل الصيف وما أدراك مع عواقب ارتفاع درجات الحرارة ولا سيما شبكة الصرف الصحي، وأيضا التخوف من فصل الشتاء وحالات الفيضانات وربما عدم يعني إجراء صيانة للمطريات والرجارات وما إلى ذلك، يعني أين هو دوركم كمجلس محلي وكيف تتعاملون أنتم كمجلس محلي مع موضوع الشكاوى الواردة إليكم؟ تفضل. يعني موضوع الشكاوى أستاذ، يعني نحن ضمن الإمكانيات المحدودة نحن نعالجها، أما الشغلات الإصلاحات الكبيرة ما بنحن نعالجها صراحة. يعني المطريات مثلا، المطريات بفترة الصيف مثلا نحسن نسوي لهم تعزيلات نسوي لهم صيانة يعني، بس أما كمعالجة كبيرة ما بنحسن، لأنه عندنا المشكلة الكبيرة لأنه الصرف الصحي عندنا صرف بناء قديم، كله بناء قديم، والإسمنت كله على طريق جدران إسمنتية، وهي جدران إسمنتية إلى أعمار يعني هلا مثلا صار له فترة 20-25 سنة تقريبا كل مجرور يعني، والاسمنت له فترة محددة مثلا فرضنا 15-20 سنة هي لحالة بلش تهتري يعني. يعني هاي الشغلات بدها رؤوس أموال كبيرة، يعني بدها تداخل منظمات تداخل دول لمعالجة الموضوع مثلا. شكرا. نعود إلى الأستاذ مصطفى. أستاذ مصطفى، أنتم كمكتب دراسات أو مكتب مالي في المجلس المحلي في بلدة دويبق، يعني حدثنا أكثر عن العجز الذي تعانون منه والذي بدوركم لا تستطيعون أن تخدموا البلدة بتحسين واقع شبكة الصرف الصحي. يعني أنتم كمكتب دراسات، هل لديكم دراسات فعليا؟ هل قدمت للمنظمات الداعمة أم أنه هو تقصير منكم أنتم كمجلس محلي؟ تفضل. أستاذي الكريم، نحن المجلس المحلي دويبق يعني نحن عاملين دراسات، نحن عنا دراسات وقدمنا على المنظمات، نحن نعاني بدنا كذا وكذا وكذا. مثلا أنا عندي كمجلس محلي واردات الفرن حاليا وجباية تقريبا، يعني بلم بجيب الجباية مثلا بتقريبا ب 150 أو 60. عفوا للمقاطعة، موضوع الجباية يعني ما هو، يعني أنت حدثت حول موضوع الجباية، يعني حدثنا أكثر، أدخلنا في تفاصيل موضوع الجباية أكثر سنكمل في كمالة الجواب، ولكن بعد أن تحدثنا عن موضوع الجباية، كم هو رسم الجباية، كيف تعامل الناس مع هذا الرسم، ولا يعتبر من الحلول الإسعافية؟ تفضل. أستاذي، نحن جباية كمجلس محلي دويبق، نحن جباية عنا أساس يعني من الحكومة المؤقتة يوم أخذوا قرار فحطوا تسعيرة، التسعيرة كان 4 دولارات. نحن من بداية ما تشكل المجلس عنا نأخذ من المواطن 1500 ليرة كمجلس، نأخذ منهم لازال نأخذ منهم 1500 ليرة جباية. نحن طبعا هون سابقا بالبداية تقريبا سوى معنا أحد المنظمات تقريبا 6 أشهر وبعدين مدة شهرين، أعطانا مثلا رواتب موظفين، أعطانا مثلا المحروقات، أعطانا زيوت المعدنية للمحطة، أعطانا محرك مثلا، تمام. فهذا صار قديم، فنحن اليوم تقريبا أكثر من سنة ونصف انقطع عنا المنظمات، فصرنا نحن كمجلس من واردات الفرن هو تقريبا ما يعادل 30-31 ألف ليرة سوري بالأسبوع، طبعا بالأسبوع خمسة أيام فقط لغير، عندنا الخميس والجمعة لا يوجد.
هذا إذا إجا كامل. طبعا أحيانا بصير مقاطعة للطحين من منظمة الآفات طبعا، يعني أحيانا يطول الشيء تقريبا 10 أيام 15 يوم. أمس انقطع عنا الطحين تقريبا أكثر من شهر، فهو وقت اللي بنقطع عندي أنا الطحين أكثر من شهر ما عندي واردات أنا، ما كيف؟ فأنا هلق بعاني كمجلس، بعاني من العجز تقريبا، عندي عجز أنا في الصندوق تقريبا ما يعادل شيء 7000 دولار. 7000 دولار أنا كسر على المجلس، نعم، بموجب إيصالات. برأيك لماذا هذا التجاهل من قبل المنظمات؟ يعني صراحة بلدة دويبق يعني عوضا عن أنها بلدة استراتيجية وعقدة وصل مع عدة قرى في ومناطق في الريف الشمالي، يعني أيضا عدد سكانها قرابة 8000 نسمة. أستاذي الكريم، يعني ما بعرف إيش بدي أقول لك، ما بعرف يعني ليش هالمنظمات، يعني نحن كمنظمة ما بجونا لهون خالص، يعني ما بجونا، يعني أكثر منظمات اشتغلوا في ناحية أخترين، اشتغلوا في ناحية صوران، اشتغلوا. نحن مثلا اليوم تابعين كمجالس، تابعين لصوران اليوم المركزي اليوم تابع له 6 مجالس، فهو مثلا كفرة عندك، بريغيتا عندك، كفرغان عندك، مثلا مجلس رعل، مجلس دويبق. نحن بالنسبة 3 مجالس، دويبق، مجلس رعل، ومجلس برغيتة، نحن ما المنظمات ما اشتغل شيء عنا، ما اشتغلوا شيء عنا أبدا أبدا أبدا. شكرا، سنكمل ولكن بعد أن نتوجه إلى الجمهور الكريم. أحد الجمهور لديه مداخلة أو تعقيب، تفضل. معكم الأخ محمود خليل أبو خليل. نشكر زيارتكم أولا، نشكر الأخوة بعض المجلس. أستاذنا همومنا كثيرة، ولكن تعقيما لكلام الأساتذة الله يجزيهم خير وشكرا لجهودهم المبذولة، يعني عندنا مشكلة الصرف الصحي مثل ما ذكر أخونا أحمد فهي قديمة، والحالات الاستثنائية اللي عدت على رأسنا يعني صار انسدادات كثيرة يعني إصلاحات بدون جهود، يعني هن قدر الإمكان جهودهم المبذولة الله يجزيهم خير يعني كافحوا علاج نوعا ما يعني، ولكن مثل ما تفضلوا في إصلاحات كثيرة يعني. وتاني شغله في عنا الخط الرئيسي الأساسي اللي صاير على الشارع العام، وصاير يعني حمولات زايدة من السيارات، كون السيارات يعني محملة كثيرة، وصاير معبر يعني بي ام واحد من عزاز للراعي وجرابلس، خط هون صاير عنا هذا الممر الأساسي يعني. شكرا، نعود إلى الأستاذ أحمد. أستاذ أحمد، يعني في ضوء هذه المداخلات والتعقيبات من قبل المواطن وأيضا اللفتة الكريمة من قبلهم حول موضوع فصل الشتاء ومشاكل فصل الشتاء، طب ما هي الحلول الإسعافية في ضوء هذه المشاكل لتحسين واقع شبكة الصرف الصحي؟ والله الحلول يعني إن شاء الله مثل ما المواطن يعني عم بتعاون معنا، نحن بنريد نتعاون معه أكثر، بس ضمن إمكانياتنا يعني هنا كمان بيعرفوا هالشيء، إمكانياتنا محدودة. الحلول إن شيء منظمات من هالمناطق المحررة، مناطق درع الفرات، تجي وتساعدنا، وإن شاء الله منحل الموضوع موضوع جذري إن شاء الله وتعالى بإذن الله تعالى. شكرا لكم، شكرا لكم مشاهدينا الكرام، وإلى هذا القدر نكون قد وصلنا معكم إلى ختام حلقتنا لهذا اليوم من برنامج مواطن وخدمات. وفي الختام لا يسعني إلا أن أشكر ضيوف الحلقة، الأستاذ أحمد خليل مدير المكتب الخدمي في المجلس المحلي، والأستاذ مصطفى عمر مدير مكتب الدراسات في المجلس المحلي، كما أشكر أيضا الجمهور الكريم. شكرا لكم ولحضوركم ولمشاركتكم، شكرا شكرا. والشكر الأكبر إليكم مشاهدينا لحسن إصغائكم ومتابعتكم برنامج مواطن وخدمات، منكم وإليكم. لا تترددوا في التواصل على المعرفات الظاهرة أسفل الشاشة، ومن هنا إلى أن نلقاكم في حلقة جديدة، دمتم برعاية الله وحفظه جميعا، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.